لما تسمع اثنين مسؤول وأنا رح أسميه فلاح، والفلاح شرف ده يدافع عن عرضه الأرض، ولما تسمع مسؤول يسوي مقارنة وضيعة، مقارنة بائسة، لكن شوفوا رد الفلاح عليها. شوف يجيني يقول لي أنا هسه عندك أنت بيتك بي تانكي، هذا الفوق التانكي، مو ما عندك تانكي بصفه، هو تانكي واحد، أنت هذا التانكي السنة تصرفه تسقي حديقة وتغسل وتسبح، والسنة الأخرى تموت عطش، كيفك أنت يعني هسه قاطعك؟ لا هذا خلنا نكمل لك، مو احنا ذا نقطة مهمة، مو احنا ذا نتقاطع الناس، لا نقطة ايه؟ مهمة بالنسبة للتانكي تارسة عبد عند الله، أحد عباد الله تارسة التانكي، بس بالنسبة لنهر دجلة الماي إرادة إلهية، الماي بنهر دجلة مو بنك، والوزير والمسؤول ووزير الموارد المائية اللي بعوز فلوس وحط بيه فلوس، هذا نهر دجلة والفرات، قبل لا تجي أنت وقبل لا أجي أنا ولا أبوك ولا أبوي ولا أبو وزير الموارد المائية اللي اليوم أجي، هذا ماي إرادة إلهية منتوصف لي على التانكي. التانكي قد يكون طفل شغل الماطور وترسل، قد يكون التانكي خيس وينزرف، هذا إرادة إلهية لا توصف. يعني مسؤول دازيك دا تقنع الفلاحين بطريقة تقول لهم اقتصدوا، أنا مال أنطيك تانكيين، ولا تانكي باب الشرجي هواي عليك والله، مال أنطيك تانكيين جليكانين وأقول لك روح اسبح بيهن طول السنة. مو ذنب هذا الرجل الفلاح أنه أنت مسؤول ما تعرف تدير الدولة، مو ذنبه، مو ذنب هذا الفلاح انه انت كمسؤول ما تعرف تدير الدولة، والدليل انك ما تعرف تدير الدولة، الدولة عندك تانكي دجلة، دجلة العظيم تانكي، هذا المثل ماتك ما ينضرب على مشروع للاصلاح الاراضي الزراعية، هذا المثل مالتك تروح تشوف لك اثنين صغار قاعدين بدربونة حتى تعلمهم شلون يقتصدون بالمدرسة، ولازم يسبحون بالصيف شقد وبالشتاء شقد.